بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما وعدتكم، قلت لكم كان اكزيرسيس غادي نحلوه. الاكزيرسيس تاعنا شو شافيه؟ عطانك واحد الدالة اف دو اكس ايكال راسين دو اكس موان كوسينوس اكس، عطالك واحد المجال من الزيرو لان اللي هي هذه الا تاعي بي تاعي الاولى، ومن بعد عطاك واحد البريسيزيون ايبسيلون ايكال 10 بويسونس موان 3. هذو المطايب تاع التمرين. السؤال الاول قال لك باستخدام زعما اعطيني النومبر تاع ديتيراسيون اللي لازم نسحقوه باه نصيبو السوليسيون باستخدام الميكرو تاع الديكوتوم. هذا السؤال الاول. دونك هو الكالكولي تاع النومبر ديتيراسيون. الان هذه تاعي اش قلنا؟ عطيت لكم واحد القانون في الحصه اللي فاتت، قلت لكم بلي الان اصغر او يساوي لوغ بي موان ا سور ايبسيلون على لوغ 2. هذا هو القانون اللي غادي، هذا هو نوم دو تيراسيون، هو هذا الان اللي رايح اوصل عليه. دونك احنا عطانا الا، عطانا البي، وعطانا الابسيلون. نعوض لك شوفوا شي يخرج لنا ومن بعد نشوف. تاع شي تعطيني هذه الان تقول اكبر او يساوي لوغ بي موان ا، بي هو 1 والا هو 0، دونك 1 موان 0 شحال تعطينا؟ 1 سير ايبسيلون اللي هي 10 بويسونس موان 3. هذه غادي من بعد مورا هذه، هذه غادي تطلع الفوق تولي 10 بويسونس 3. هاي وينها تولي دونك ان اكبر او يساوي لوغ 10 بويسونس 3 سير لوغ 2، صح؟ شنو نديرو موراها الان؟ هذه تولي اكبر او يساوي هذا اللي كان هنايا من خواص اللوغاريتم يهود هنايا، تولي دونك 3 فوا لوغ 10 على لوغ 2. هذه حسبها بالكالكيلاتريش واش غادي تصيب؟ غادي تصيب 9.967، صح؟ عرفت دروك انا قال لك ان شحال يساوي، بصح نتايا هذاك شفت لي ان اكبر او يساوي هذه القيمه. دروك ان شتا هو كي نقول لك ان هو نوم ديتي راسنو، اكيد غادي يكون عدد طبيعي. انت شحال من تيكس قول لي عاودتها مره ونص، خدمت مره ونص؟ لا، تخدم مره يا زوج يا ثلاثه. دونك ان هو عدد طبيعي. الان هذا العدد الطبيعي دروك راني نقول لك ان عدد طبيعي واكبر او يساوي 9.9667. تسائل في نفسك شا هو اقرب عدد طبيعي يكون اكبر او يساوي هذا القيم. دونك هنايا ما غاديش يساويها باسكو علاه؟ هذا موش عدد طبيعي. دونك غادي تروح ديريكتومون واش هو عدد اكبر عدد طبيعي، اقرب عدد طبيعي كبير على هذه القيمه اللي هو باينه، غادي تقول لي 10. دونك الان هذا ايكال 10 ايتيراسيون. دونك الخدمه باه نص هذه الاف دو اكس ايكال 0، باه نصيب الحل تاعها نيميريك بهذه البريسيزون وهذا المجال، لازم لي 10 مرات ندير هذيك الخدمه اللي شرحتها لكم المره اللي فاتت باه نوصل لهذيك البريسيزون ونصيب الحل تاعي، صح؟ دروك يقول لي واحد كيفاه نطبق هذه الميثود ديكوتومي؟ شوف سهله ماهله، تبعها غايه هذه اللي غادي نديرو. هذا سؤال زاوج، ها قال لك تروفي لا سوليسيون تاع اف دو اكس ايكال 0 بالميثود ديكوتومي. شو شدي؟ غادي تسمي واحد العدد سي ان اللي هو دائما بي ان بلس ا ان سيرت، صحيح؟ هذا غادي تسميه انت، تجيبو سي ان جديد. اش راه يمثل لك هنايا؟ هو المنتصف تاع المجالات تاعك، غادي يدي كاع المنتصف تاع المجالات تاعك اللي تقسم، صح؟ شوف دير جدول فيه هنايا، فيه 1 2 3 4 5 6 7، فيه 7 اعمده وشحال من السطر هنايا. السطر خليه لهذو باه تكتب فيه هذه، والسطور الاخرى هو نفسها الان اللي ستو هنايا 10، دونك 10 سطور، خليه 10 سطور. خانة الأولى سميها ان زوجة ان بي ان سي ان اف دو ان اف دو بي ان اف دو سي ان، هذا هو العمود الأول هاك يسموه، الزوجة هاك يسموه. الان هذيك تبدا بدا من ال وصل حتى النوم دي تيراسيون اللي راك تحوس عليه، شا هو 1 2 3 4 5 6 حتى ال 10. هذا الان هذا يتعمر كي من هاك، كنا هنا ان ستها 11 حتى تزيد حتى ال 11 كي من هاك. مثال، صح؟ من بعد هنايا ال ان بي ان، شوف ال ان بي ان ها هنايا غادي تكتب الا ان والبي ان، دونك هما الاولى اللي عطاهم لك الزيرو الان، وهنايا غادي تكتب المنتصف تاعهم. شنو هو المنتصف تاعهم؟ هو 0 بلس 1 سير 2 اللي هو 1 سير 2 اللي هي 0 فيرغيت. من بعد شنو دير؟ شوف روح حسب اف دو ان وحسب اف دو بي ان. اف دو ان دونك هو اف تاع هذه الخانه، احسب اف دو 0 غادي تصيبو موانز. بعد تعاود هنا هذه الخانه شنو نقول؟ هي اف دو بي ان. دونك اف دو بي ان بي ان شحال راهي يساوي في هذه الحاله؟ 1. حسبت اف دو ان شحال غادي تصيبو؟ تصيبو هذه القيمه. ومن بعد تزيد تحسب اف دو سي ان، اف دو هذا السي ان دونك اف تاع هذه الخانه اللي هي 0.5، شحال غادي تصيبها؟ غادي تصيبها هذا العدد. الخطوه التاليه شادي، شو شادي؟ هذو هذه نيجاتيف وهذه بوزيتيف، تبع غايه.
هذه نيجاتيف وهذه بوزيتيف، دونك الحل على بالي بلي الحل راه موجود بيناتهم. ومن بعد قسمنا المجال حنا، صبنا بلي القسمه تاعهم تعطيني ان فالور نيجاتيف. مادام عطاتني ان فالور نيجاتيف كيما اللي عطاتها لي اف دو ان، دونك هذه سي ان غادي تولي في بلاصه ا ان، هي اللي تولي ا ان تاعي جديده. سي ان ماشي اف دو سي، سي ان هذه اللي راهي هنايا في الخطوه الزوجه هي اللي تدي بلاصه ا ان، خاطر علاه عطاتني قيمه سالبه صحيح. كنا عطاتني هذه جات قيمه موجبه غادي تدي بلاصه البي ان، عطاتني قيمه سالبه تدي بلاصه ال ان. هاي وين تسمى هنا اش غادي دير؟ هذه سي ان كانت 0.5، هاي وين راهي 0.5. شوف ال ان تروح شتجي في بلاصه، تجي في بلاصه السي ان، هاي وين هذه غادي تهودها. علاه تهود هنايا؟ باسكو عطاتني قيمه سالبه كيما عطات هاني اف دو ان، والبي ان تعاود نفسها نحطها هنايا. من بعد نعاود نجي نبدا الخدمه من جديد، شتجي تقول لي 0.5 بلس 1 سير 2، تجبد المنتصف تاعهم غادي تسيبو 0.75. هنا ثاني غادي شادي تحسب اف دو ان، اف تاع 0.5 اللي هي هذه ذاك نفس القيمه هنايا، تقعد لكم نتوما من بعد حسبوها. تعطيك تحسب اف دو ان غادي تعطي لك هذه القيمه، ومن بعد تحسب اف دو بي ان غادي تعطيك 1، عفوا اف دو بي ان اللي هي 1 غادي تعطيك هذه القيمه، تتعاود غير هي نفسها تاع الاول. من بعد تحسب اف دو سي ان جديده، هذه اف دو سي ان جديده هاي وينك حسبتها شطها كيمها. اش دير؟ تشوفها اسكو راهي موجبه ولا سالبه. اي موجبه، دونك وين راهي اللي راهي موجبه بين هذو زوج؟ هذه هي اللي راهي موجبه. مادام هذه اللي راهي موجبه، دونك هذه السي ان تاعي ضروري داك تدي بلاصه البي ان صاي، السي ان داك تدي بلاصه البي ان، دونك البي ان غادي تروح تولي في بلاصه السي ان. هاي وينك في هذه الخطوه، هاي السي ان دات بلاصه البي ان، هاي وينك هنا السي ان قارنا عرفناها بلي دونك في الخطوه اللي موراها غادي تدي بلاصه البي ان. ها هي وين ديت بلاصه بي ان، والا ان تقعد نفسها اللي كانت في الخطوه السابقه. هاي وين شنو نجي ندير دروك؟ نحسب ثاني المنتصف تاع هذا المجال، هو هذه زائد هذه على 2 تعطيك هذه القيمه صح. عطاتني هذه القيمه دروك، شنو غادي ندير؟ غادي نحسب اف تاع هذه القيمه، اف تاع هذه القيمه غادي تشوف الاف تاع ان. شوف داك هنا نديرو خدمه شابه، شوف هادو كاع غادي يكونوا سالبين، هادو دائما غادي يكونوا موجبين صحيح. هاد الزوج عام هادي دائما سالبه، هادي دائما موجبه، دونك بنسهل عليكم حسابات. انا هادو زوج خليتهم لكم غير باش تفهموا كيفاه رانا نخدموا. شوف هادي الخانه دائما ديرها اكبر 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 من الزيرو، اكبر عفوا اصغر من الزيرو، وهذه دائما اكبر اكبر من الزيرو اكبر من الزيرو. عمر تقعد لك دائما شوف في كل الخطوات غادي تحسب دائما اف غير اف دو سي ان. حسبته هنا اف دو سي ان زيرو في هذا العدد، تحسبوا شحال غادي يعطيك؟ عدد سالب. مادام غادي يعطيني عدد سالب، وين لي سالب؟ هذا هو لي سالب. دونك هنا السي ان غادي يدي بلاصه الان، باسكو اف دو ان عطاتني سالب والاف دو سي ان عطاتني ثاني سالب، دونك غادي السي ان هي اللي تدي بلاصه الان صحيح. هاي وين السي ان دروك غادي في هذه الخطوه تدي لي بلاصه الان، والبي ان تتعاود نفسها. باش نجي نحسب ثاني المنتصف تاعها، احسب المنتصف تاعهم تصيبوا هذا العدد. شنو نحسبوا؟ نحسب الاف تاع هذا العدد غادي نصيبها موجبه. مادام موجبه غادي نقارنها، اي هذه فين موجبه هام، دونك غادي سي ان هذه تدي بلاصه البي ان. هاي وين السي ان راك تدي بلاصه البي ان، كي من هكا تمشي نعاود ثاني هذه سي هاي عرفت البي ان تاعي جديده، والا ان داك تعاود غير هي نفسها تعاود. نجي ثاني المنتصف تاع هذا المجال ونحسب الاف تاع هذه العدد، اف تاع السي ان تاع هذا العدد غادي نصيبو اكبر من الصفر، اكبر من الصفر هنا وينها اللي راهي اكبر من الصفر بين هذا الزوج؟ هذه هي. دونك السي ان غادي تدي بلاصه البي ان هذه، هاي وين السي ان غادي تدي بلاصه البي ان، تهود هاي وين تروح هذه البي ان اللي كانت وتجي في بلاصه هذه السي ان. ونعاود ثاني نهود الا ان تاعي ونحسب دائما هكا نحسب المنتصف. دونك تقعد لي نحسب غير هذا الاف دو سي ان، باسكو علاه هذو دائما قلت لكم نيجاتيف هذه بوزيتيف، تقعد لي غير هذو الاسطر هنايا نعرفهم اسكو بوزيتيف ولا نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف، ومنهم نخير اسكو السي ان تدي بلاصه البي ان ولا الا ان. تقعدوا تخدموا كيما هكا حتى توصلوا ليتيراسيون 10 اللي قال. كي توصل ليتيراسيون 10 راك دونك هذاك السي ان اللي وصلت له هنايا، هذاك السي ان هو السوليسيون تاعك، هذه هي لا غاسين سي هذا العدد اللي وصلت له هنايا اللي يكون في هذه الخانه تقاطع تاع ال10 تاع النوم ديتيراسيون نسته مع هذه السي ان صحيح. هذا العدد تكون ضروري تجي تعوض في الاف دو سي ان مادام حل، دونك اف تاع هذا العدد غادي تكون قريب للزيرو. كون تجي تعوض هنا غادي تصيب هذه القيمه ناقص 0.0002، هاي وين قريب للزيرو. هذا هو الميثود ديكوتومي كيما هكا، هذه هي الطريقه تاع اللي تمشي بها، برك فيها حسابات بزاف ما تغلطش وصاي.
في الحصة الجاية غادي نتطرق على الميثود الجديدة اللي هي الميثود فاني دو بوان فيكس، نتعرفوا فاني عليها ونديروا فاني عليها تمارين كيف نحلوها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتلاقاو في حصة قادمة إن شاء الله.